هذه أيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، نتقدم بأفضل التهاني وأعظم التماني لمعالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظه بحفظه وأن يرعاه، وأن يديمه وأن يحفظ مصر بحفظه وأن يرعاه. بناء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي فترة رئاسية جديدة، وربنا إن شاء الله يعينه على الشعب المصري ويحفظ الشعب المصري من أي سوء ومن أي مخاطرات خارجية. أحب أهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي فترة رئاسية جديدة، والله يعينه على الشعب وعلينا. كل سنة حضرتك طيب يا ريس، ومزيد من التقدم والرقي ومزيد من التميم في وعهد رخاء وكبير في وجود سيادة الرئيس إن شاء الله. التهنئة طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا الفترة الرئاسية طبعا اللي هي الولاية الثالثة إن شاء الله، اللي احنا بنتمنى فيها ان شاء الله كل التوفيق. يمكن اللي حصل في الانتخابات بصراحة سواء في الخارج او في داخل مصر، دي طبعا كان يعني مثال لتأييد كبير جدا طبعا شعبي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان ظاهر طبعا في نزول الشباب بشكل مكثف وبشكل كبير جدا، والمرأة برضو بشكل مكثف بشكل كبير جدا. ده طبعا بيعبر عن مدى حب الشعب ومدى لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا اكيد كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وكل عام وانت بخير، وعام سعيد عليك ان شاء الله، عام جديد من الانجازات والاعمال الخيرية المبشرة بإذن الله. بنهنيك بفترة الرئاسة الجديدة، وان شاء الله تكون فترة جديدة، فترة إرساء قواعد اقتصادية وحياة أجمل وأجمل من اللي فات بعد العمران والتخطيط والتأسيس للبلد إن شاء الله، جسور وكباري وكلامنا كله، نبص على النواحي الاقتصادية وتبقى أحسن وأحسن بإذن الله. من أهالي البحر الأحمر تهنئة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونقول له هنا من أهالي البحر الأحمر كل سنة وأنت طيب، وربنا يوفقك في المسيرة وفي العطاء. وبرضو أهالي البحر الأحمر بيشكروا حضرتك برضو على جميع المساعدات اللي نزلت من البحر الأحمر، سواء في التحالف الوطني، سواء في حياة كريمة، في كل الحاجات، سواء القوافل الطبية. بنشكر حضرتك برضو في التوسعات الاقتصادية والنمو الاقتصادي اللي حاليا مصر يعني باين في الفترة الوجيزة دي، ان يعني ان شاء الله هنعدي عنق الزجاجة زي ما بيقولوا. بنحيي السيد الرئيس وبنحيي الشعب المصري بتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة الرئاسية الثالثة، وان شاء الله مسار التقدم اللي هتعيشه مصر الفترة الجاية هيبقى مسار عظيم جدا. وكل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس لتوليك فترة رئاسية جديدة، نتمنى لحضرتك يا رب مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله في الفترة الجاية. بحب أقول للرئيس بجد شكرا على اللي عمله، الحاجات المشاريع الجديدة بيعملها، المناطق السكنية اللي في ناس مش لاقية أماكن سكنية تعيش فيها، دلوقتي بقى في فرصة متاحة إن في ناس تلاقي مكان موجود، الشقق أو الحاجات اللي بيعملها الجديدة والعمارات السكنية الجديدة. من أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنجازات اللي عملها في الفترة الرئاسية الجديدة، كان كده بالنسبة للمبادرات، بالنسبة لتخفيض سلع أسعار السلع الغذائية، بالنسبة لأهل رمضان، ونشكره على الانجازات اللي هو بيعملها في البلد نفسها. احب اشكره على اللي هو عمله معانا الفتره الاخيره، ان هو حابب ان هو يعمل لنا حياه كريمه وتحيا مصر، وكمان قدر ان هو يبني شقق للشباب علشان يقدر ان هم كمان يستقروا فيها. نهنئ فخامه الزعيم عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توليه فتره رئاسه القادمه، وكلنا نعلم ان فخامه الزعيم على قد المسؤوليه، وانه سوف يدير الدوله ويدير المنطقه والعالم باقتدار لتخطي كل المصاعب والمخاطر التي تحاك الدوله. واحنا معاك يا ريس، وكمل، وبنشكرك على اي تقدم انت بتعمله للبلد وحاميها. انا احب ان الرئيس هو واقف معانا وبيدعم الشباب، هي الايام صعبه والظروف صعبه، بس مش علينا احنا لوحدينا، وعلى مصر كلها وعلى البلاد التانية كمان. بأني رئيس على الفترة القادمة إن شاء الله، وأن مصر كلها إن شاء الله تكون سنة حلوة، ومشروعات تتطور أكتر وأكتر، وتكون مصر خير إن شاء الله معاك.
نهني أنفسنا وأهني نفسي بولاية جديدة لسيد الرئيس السيسي لولاية مصر وعهد جديد للرئيس السيسي لاستكمال باقي المشروعات العملاقة اللي يعني بيحاكى بيها العالم كله. والحمد لله إحنا قدرنا نوصل لبر الأمن والأمان. احنا بنهني السيد الرئيس على الولاية الجديدة. طبعا احنا شفنا الإنجازات اللي حدثت في مصر خلال تولي الفترات الرئاسية الماضية، كانت إنجازات عظيمة وكانت مشروعات قومية جميلة. نتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرمه ويستكمل المشروعات دي. إحنا شفنا الأزمة العالمية اللي بيمر بها العالم أثرت كتير على بلاد، لكن الحمد لله مصر قدرت تمتص الصدمة ونعدي منها على خير. بنهني الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الولاية الجديدة، وبنقول له بإذن الله إحنا معاك وفي ظهرك في الفترات الجاية، ومنتظرين ان احنا نحصد اللي فات ونستكمل اللي جاي. نهني انفسنا ونهني الشعب المصري على فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. بنقول له رئيس احنا خلفك رئيس، عايزين نستكمل المشروعات الكبرى اللي تمت في مصر عشان نبني ثمارها. الف الف مبروك عليك والف مبروك علينا توليك الدورة الحالية وفوزك بالانتخابات في انتخابات نزيهة حرة باكتساح بالشكل اللي حصل فيه اللي أبهر العالم كله. شكرا سيادة الرئيس، ألف مبروك على النجاح اللي اتحقق. بداية ولاية تالتة إن شاء الله تكون مفعمة بالخير، وإن شاء الله بإذن الله تكون مصدر للخير والسعادة. حابين نقول لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ألف مبروك لفترة رئاسية جديدة. وإحنا طبعا كفاءة الشباب في مصر يعني شفنا كتير من المشروعات والتطورات الكتير في كافة المجالات. الحقيقة أنا بحب أوجه التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة. الفترة الرئاسية الجديدة أكيد هتحمل كل الآمال للمواطنين اللي حققناه الفترة اللي فاتت. نتمنى ان احنا نرى انجازات اكتر من الفترة الماضية. انا بهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسة جديدة. كمان انا بهني الشعب المصري بهذه المناسبة. وعلى قد ما هي تهنئة، انا عايزة اقول لسيادة الرئيس ان هي مسؤولية الشعب المصري ما هيش سهلة، مسؤولية المرحلة الراهنة ما هيش سهلة، ولكننا على ثقة ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدها وعلى قدر المسؤولية. احنا بنهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه ولاية جديدة لرئيسا لجمهورية مصر العربية. يعني ان شاء الله نتمنى له التوفيق ودايما يكون يعني موفق في كل الإنجازات. بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوليه فترة رئاسية جديدة. بنتمنى لك التوفيق سعادة الرئيس، ونتمنى إن شاء الله في المرحلة الجاية نرى حصاد أكبر وأكبر ومصر تكون في ازدهار دايما. بهنيك يا سيادة الرئيس بمنصب الرئاسة الجديد، وبقول لحضرتك بالتوفيق دائما إن شاء الله. نرسل بكل باقات الورد والتهنئة لمعالي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة، وده استكمالا لمسيرة التنمية الحقيقية المستدامة على مستوى الجمهورية في كل الجوانب، سواء على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى التعليمي. هنا رئيس برئاسة جديدة ولفترة جديدة. أنا بحب أهني وأقدم التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه أو فترة رئاسة ثالثة ورابعة إن شاء الله. بنقدم تهنئة لسيادة الرئيس بمناسبة توليه رئاسة جديدة، فترة رئاسية جديدة، وعلى إنجازاته اللي عملها ومصر كلها وخاصة الصعيد. يعني نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه فترة رئاسة جديدة، وكل عام وحضرته بخير، وبنشكره على كل الإنجازات والمشروعات التي تم تطويرها. احنا نهني السيد الرئيس بتوليه رئاسة جديدة. نهني الرئيس ان هو بيتولى رئاسة جديدة، وربنا معاك والله يعينك يا رئيس على اللي انت فيه. احنا ما قدرين انت قد ايه بتتعب لينا. نهنيه على الحاجات اللي بيعملها في البلد واشكره، تمام، انه بيعملنا كل حاجة حلوة وبيتطور، وعلى السنين اللي دخل فيها تاني اتمنى ان هو يتقدم احسن من كده. بنهني الرئيس بمناسبة توليه فترة رئاسة جديدة، ونتمنى له كل توفيق ان شاء الله. صراحة الرئيس عمل مجهود معانا في جميع الامكانيات ومحافظ بينا بالذات، شوارع، طرق،
مباني تعديل كل حاجة عملها وربنا يديه الصحة وكل سنة وهو طيب. بنهنيك يا ريس وكلنا ثقة فيك وكل الشعب وراك من أجل نهضة البلد. كل سنة وأنت طيب بتوليك الفترة الجديدة واجعلها فترة سعيدة علينا وعليك. ألف ألف مبروك للسيد الرئيس بتوليه فترة جديدة. الفترة دي إن شاء الله فترة تولي رئاسة جديدة للسيد الرئيس إن شاء الله تكون فترة خير علينا وعلى مصر الحبيبة، وإن شاء الله يستكمل الحزمة الاقتصادية اللي هو بدأ فيها الفترة الأخيرة دي اللي احنا شايفينه متفائلين إن شاء الله إن مصر هتتقدم وهتتطور وهتبقى في الأفضل دايما. بحب رئيسنا السيسي وولاياتنا الست سنين اللي جايين دول هيكونوا أحلى ست سنين، وأنا من أول من انتخبه هو وبقول للعالم كله لأنه ما هو أهم شيء عندنا حمينة مش الغلاء، الغلاء ده في كل العالم كله، أما رئيسنا هو حمينا وكفاية كلامه اللي بيقول لك اللي يجي لمة مصر خط أحمر.